يودع الملف، هذا الملف جيبوه كامل لدى مديرية التجارة. هذا الملف كيما راه حنا نديرو له 15 نسخة ونزفطو نبعتو للأعضاء تاع اللجنة. كل لجنة كل قطاع يمد لنا الرأي تاعها على حسب القوانين الجمهورية المعمول بها. باستثناء المادة 11 تقول لك باستثناء الأسواق الأسبوعية للسيارات المستعملة تقتصر مادة الأنشطة التجارية على مستوى الفضاءات المذكورة في المادة 2 اللي تكلمنا عليها، حصريا على التجار اللي مارسوا داخل هذه الأسواق الأسبوعية، الحرفيين مسجلين في سجل الحرف والمهن، فلاحيين أو المربيين حائزين على بطاقة الفلاح بصفة فردية أو المنظمين في التعاونية أو جمعية ذات طابع فلاحي. هنا نشوفوا الفضاء كي خلقنا رانا ننظموا هنايا في التجاره، دابا هاد الاسواق يدخلوها ناس نظاميين كيما التجاره، التجار يكون عندهم سجل تجاري، حرفيين تكون عندهم بطاقه حرفي، كذلك فلاحين تكون عندهم بطاقه فلاح، ولا مربيين حائزين على هاد البطاقه. يجب ان توضع في كل فضاء تجاري كما هو معروف في الماده 3 اعلى لوحه توجه المستعملين تتضمن مخطط مفصل حياتي. فهذا مطلوب بزاف في اسواق الجمله، تقدر تكون لوحه كشغل ريجيمي تاع السوق شافي المرافق اللي موجوده في السوق كما اسواق الجمله.